الهيب جوينت اللي هو مفصل الورك بيتم تصنيفه من النوع بول اند سوكت جوينت من السينوفيال جوينتس. ولو لسه ما تعرفش انواع المفاصل ادخل اسمع فيديو انواع المفاصل في 11 دقيقه دلوقتي على قناة المختصر المفيد. المهم ان الهيب جوينت بيتكون نتيجة تمفصل الفيمورال هيد مع الاسيتابولم اوف ذا بلفيس اللي هو التجويف الحرقوفي للحوض، فبيسمح مفصل الهيب جوينت بحلقة واسعة من الحركة. الأسيتابولم اللي هو التجويف الحرقوفي عبارة عن تجويف على شكل الكأس أو الكوب، بيتكون من اتصال عظام الحوض الثلاثة وهم الإليم والإسكيم والبيوبس، بالعربي الحرقوفة والإسك والعانة. في الأكزيال كروس سيكشن اللي هو التشريح المقطعي المحوري يمكن تقسيم المنطقة دي إلى أنتيريور كولوم وبستيريور كولوم. البستيريور كولوم هو الأقوى والجزء الحامل للوزن في الأسيتابولم. في منتصف الأسيتابلم بيكون فيه منخفض أو ديبريجن، وهو جزء غير متمفصل بيطلق عليه اسم أسيتابلر فوسة. بتتكون الحفرة دي بشكل رئيسي من الإسكيم وبتكون مليانة بالدهون، وامتدادا من الأسيتابلر فوسة بيبقى فيه الأسيتابلر نوتش، وده بيتقاطع من أسفل مع حافة المحيط الدائري للأسيتابلم. والأسيتابلر نوتش وظيفته كموقع بيتصل به الترانسفيرس أسيتابلر ليجامنت. الفيمر بون هي أطول وأتقل وأقوى عظمة في الجسم، وبتتكون من 3 أجزاء: بروكسيمال إند وشافت وديستال إند. النهاية القريبة اللي هي بروكسيمال إند واللي بتتمفصل مع الأسيتابلم علشان يتكون مفصل الهيب جوينت، بتتكون من الهيد والنيك وجريتر تروكينتر وليزر تروكينتر. الفيمورال هيد مغطى بالكامل بالارتيكولار كارتليج اللي هو غضروف مفصلي ما عدا جزء صغير في المنتصف يسمى فوفيا كابيتس، والفوفيا كابيتس هو مكان اتصال لجامين تامتيرس. بيوصل بين الفيمورال هيد والشافت العنق اللي هو فيمورال نيك، والعنق بتمتد من الهيد بشكل مايل بزاويه حوالي 120 درجه، وبسبب الزاويه دي بتزيد حريه الحركه في المفصل. وفي نهاية الفيمورال نيك موجود بروزين أكبرهم هو الجريتر تروكينتر، وده بروز موجود مكان اتصال النيك مع الشافت، والجزء العلوي من الجريتر تروكينتر بيكون بارز لأعلى فوق النيك وبيبقى مايل للخلف ناحية الداخل بستيريولي أند ميديالي. والجريتر تروكينتر بيتصل به العديد من عضلات الجلوتير ريجيم. والبروز الأصغر وهو الليزر تروكينتر هو الجزء السفلي الداخلي بستيريو ميديال بورشن للبروكسيمال شافت، وبيوفر انسيرشن للتندون الخاص بعضلة الاليوسواس مصل. بعد كده في خط بارز او بروميننت ريدج ممتد من الخلف بين الجريتر تروكينتر والليزر تروكينتر اسمه انتر تروكينتريك كريست، وده بيوفر مكان اتصال للاسكيو فيمورال ليجامنت وجزء من الكوادريتاس فيموريس تندون، وبيوصل بين الاثنين تروكينترز من الامام خط اقل بروز شويه اسمه انتر تروكينتريك لاين. الانتر تروكينتريك لاين بيوفر مكان اتصال للاليوفيمورال ليجامنت وجزء من الفاستاس لاتراليس تندون. نتكلم بعد كده عن الشافت. السطح الخلفي للفيمورال شافت بيبقى فيه حرف او ريدج اسمه لينيا اسبيرا. الشفة الداخلية والخارجية للينيا أسبيرا بتوفر مكان لاتصال عضلات البستيريور والميديال كومبارتمنتس اوف ذا ساي. الخط الممتد من الميديال ليب اللي هي الشفة الداخلية للينيا أسبيرا لحد الليزر تروكينتر اسمه بكتينيال لاين، وده بيبقى مكان الانسيرشن الخاص بالتندون بتاع البكتينياس مسل. واللاترال ليب اللي هي الشفة الخارجية للينيا أسبيرا بتكون اكثر خشونة وبتمتد الى الجريتر تروكينتر. واوسع جزء من اللاترال ليب اسمه جلوتيال توبريستي، وده مكان اتصال كل من الجلوتس ماكسيمس والادكتور ماجنس ماسلز. واخيرا اللينيا اسبيرا بتمتد الى الاسفل لحد البوبليتيال سيرفس اوف ذا فيمر. بيتم تثبيت الفيمورال هيد داخل الأسيتابولم بواسطة الأسيتابلر لابرام،
ومجموعة أربطة رئيسية هنشرحهم في الجزئية دي. مبدئيا كده اللبرم ده عامل زي الشفة، فلو هنتخيل إن المفصل فم فاللبرم هي الشفة الخاصة بالفم ده. الأسيتابلر لابرم بتكون حافة ليفية غضروفية فايبرو كارتليجينيوس ريم. الحافة دي محيطة بمعظم حدود الأسيتابلم الخارجية، وبالتالي بتكون محيطة بالفيمورال هيد من الخارج بشكل محكم، وده بيساعد على تثبيت وإحكام الفيمورال هيد داخل الأسيتابلم بشكل جيد معتمدا على عمق الحفرة الموجودة في الأسيتابلم واللي اسمها أسيتابلر فوسا. نيجي بعد كده للأربطة، بنلاحظ إن الهوامش أو الحدود السفلية للأسيتابلم غير مكتملة، وبيتم دعم وتقوية الحد السفلي بواسطة رباط اسمه ترانسفيرس أسيتابلر ليجامنت، وده بيكون ممتد خلال الأسيتابلر نوتش، فبيتواجد ما بينهم قناة اسمها أسيتابلر فريمن، ودي قناة أو ثقب بتسمح بمرور الأعصاب والأوعية الدموية من وإلى الهيب جوينت. نيجي بعد كده للرباط الثاني وهو الإليوفيمورال ليجامنت، وده واحد من أقوى أربطة الجسم. وظيفته بشكل عام هو تثبيت واستقرار مفصل الورك، وبيمتد من الأنتيريور إنفيريور إلياك سباين والريم أوف ذا أسيتابلم لحد ما ينسرت أون إنترتروكنتريك لاين أوف ذا فيمر. والوظيفة الأساسية المحددة لهذا المفصل هو توفير الدعم والتعزيز القوي للجزء الأمامي في الهيب جوينت. المفصلين اللي بعد كده هما الاسكيو فيمورال ليجامنت والبيبو فيمورال ليجامنت، ومن الصعب التمييز ما بينهم، وبيكونوا شكل حلزوني في اتصالهم بالفيمر. الاسكيو فيمورال ليجامنت بيبدأ اتصاله بالاسكيام وبيمر بشكل حلزوني فوق الفيمورال نيك لحد ما ينسرت اون بستيريور فيمورال نيك، ودورانه بشكل حلزوني للخلف بيجعله الرباط الوحيد الموجود على السطح الخلفي للهب. والبيبو فيمورال ليجامنت بيبدأ اتصاله من السويريور بيبو كريمس، وبعد كده بينتشر ويندمج مع الإليو فيمورال ليجامنت ويتصل بالإنترتروكنتريك لاين. الشكل الحلزوني للرباطين دول فريد من نوعه بالنسبة للبشر، وبيضمن ثبات واستقرار المفصل والتحكم بشكل كامل في الوضع العام للطرف السفلي. نيجي بعد كده للليجامنتم تيريس، وهو عبارة عن شريط عريض بيمتد من الفوفيا كابيتس الموجودة في الفيمورال هيد إلى أن يصل لحافة الأسيتابلر نوتش ويندمج مع الترانسفيرس أسيتابلر ليجامنت. والليجامنتم تيريس بيقع بالكامل داخل الهيب جوينت، ويحتوي على الأعصاب والأوعية الدموية اللي بتمر إلى الفيمورال هيد. والدراسات الأخيرة بتشير إلى أن الليجامنتم تيريس هو المثبت الأساسي والقوي اللي بيمنع حدوث خلع في الهيب جوينت. الجوينت كابسول الخاص بالهيب جوينت عبارة عن محفظة أو كيس محيط بالمفصل من الخارج، ومكون من فايبرس أند سينوفيال كابسولز، جزء ليفي وجزء زلالي. الفايبرس كابسول اللي هو الكيس الليفي بيكون قوي وسميك، وبيتم دعمه وتقويته بواسطة مجموعة من الأربطة بتشمل كل من إليو فيمورال ليجامنت، إسكيو فيمورال ليجامنت، بيوبو فيمورال ليجامنت. الفايبرس كابسول بيكون غلاف محيط بالهيب جوينت ومعظم النيك أوف ذا فيمر، والجزء البروكسيمالي من الفايبرس كابسول واللي بيكون أقرب للحوض متصل بالإيج أوف ذا أسيتابلم والترانسفيرس أسيتابلر ليجامنت، والجزء الأبعد من الفايبرس كابسول متصل بالفيمورال نيك والإنترتروكنتريك لاين والجريتر تروكنتر من الأمام، ومن الخلف بيكون متصل بالنيك برضه بروكسيمال تو إنترتروكنتريك كريست. وبشكل عام الفايبرس كابسول مكونة من ألياف دائرية عميقة بتكون جزء أو منطقة اسمها زونا أوربيكولاريس، ودي عبارة عن حبل أو طوق موجود حول الفيمورال نيك بيشد ويضغط على الفايبرس كابسول وبيساعد على تثبيت الفيمورال هيد داخل الأسيتابلم. السينوفيال كابسول للهيب جوينت بتخطط السطح الداخلي للفايبرس كابسول وبتكون غلاف بيحيط بالليجامنتم تيريس، وبرضه السينوفيال كابسول بيبطن الأسيتابلر فوسا وبيغطي الفات باد الموجودة في الأسيتابلر نوتش، وبتكون متصلة بالإيجز أوف ذا أسيتابلر فوسا والترانسفيرس أسيتابلر ليجامنت
السينوفيال كابسول بتبرز لأسفل وللخلف وبتكون بيرسا زي وسادة كده أو مخدة اسمها Obturator Externus Bursa، بتحمي التندون الخاص بالObturator Externus Muscle. في منطقة الهب بيكون في العديد من الوساد واللي اسمها بيرسي بسبب عدد العضلات الكتير الموجودة بالمنطقة دي. الهب بيرسي بتختلف في عددها وأماكنها، ووظيفتها إنها بتقلل الاحتكاك في أماكن مرور الأوتار والعضلات فوق العظام. الهب بيرسي الرئيسية هي كل من تروكونتريك وإنيسوس وإسكيل. التروكونتريك أو ما تسمى سابجوليتياس ماكسيموس بيرسا موجودة بين مكان الانسيرشن الخاص بالجوليتياس ماسلز والفاستس لاتراليز ماسل والجريتر تروكينتر اوف ذا فيمر. والإليوسوس أو ما تسمى إليوبكتينيال بيرسا تقع بين الإليوسوس تندون والليزر تروكينتر اوف ذا فيمر، وبيكون موجود ما بين الإسكال توبريستي والجوليتياس ماكسيموس ماسل الإسكال بيرسا.